الموت أثناء العلاقة الزوجية هو حسن الخاتمة لأنه كان في طاعة، فالرجل في العلاقة الزوجية يحصل على أجر من الله على ذلك بخلاف لو فعلها في الحرام. طب وإيه رأيكم يا دار الإفتاء، دام فضلكم، في الموت في زنازين السيسي؟ إيه رأيك في الموت في البحر في الهجرة غير الشرعية؟ وما هو قولك في الموت في طرقات أمن الوطن المصري؟ خلاص كل القضايا المهمة دي اتسابت على جنب ومسكنا في الموت في العلاقة الزوجية. ده المشهد كوميدي جدا، انت متخيل واحد كان في حاله وبقى في حاله وكوني انسى دي استحاله. ده سيبك من المشاهد دي، الحقيقه موت الملكه اليزابيث وتولي تشارلز كان فيه كتير من العبر والدروس للعالم العربي، سواء من اعتزاز الغرب بتقاليده حتى لو كانت تقاليد غريبه وتعود لقرون ماضيه. انت لو انا قعدت شرحت لك تفاصيل الجنازه دي كلها لا علاقه لها بالحاضر، كلها تقاليد دينيه وتعود لقرون قديمه جدا. إنما يهزك أو إن الغرب متمسك بعقيدته ومتمسك بمسيحيته ومتمسك أيضا بتقاليده القديمة قوي، في ظل خرس العلمانيين العرب وبلعهم الجزم مش قادرين يتكلموا على المشهد ده. ده يا حضرات الناشط أحمد مسعود، ده مش رأيي، ده رأي أحمد مسعود، قال لك لا الإعلاميين تقسمهم حسب التمويل. عمرو تعرفين إن هو أي حاجة في السعودية عمرو بيشطف سلالم السعودية، أما نشأت فده الإمارات. إبراهيم عيسى لمن يدفع أكتر، ده رأي أحمد مو، ده رأي أحمد مسعود. النهاردة الجنيه بيودع أيام وهيستقبل أيام تانية، وسط كلام عن وصول الجنيه ل 24 جنيه في السوق السوداء، لكن وزير المالية عمل زي وزيرة التضامن كده، تقول لك ما قلناش إن الأكل البيت الأكل هياكله المصريين، يعني يا ولية ده الراجل أحمد سعد طلع قال كده فيديو، ما قالش الجنيه في السوق السوداء من 23 وطالع، النهاردة ناس بتكلمني على 24. طيب طلع بقى وزير المالية هجس يقول إيه بقى؟ أداء الاقتصاد المصري مطمئن ومحفز للاستثمار الأجنبي، يعني نفسي أعرف بيكلمه مين؟ الخطاب ده لمين؟ واحمد معيد ده يطلع يكلم يعني بيقابل مراته ازاي واولاده ويقول لهم ايه؟ بيقول لهم ايه والله؟ بيقول لهم ايه يعني؟ لكن في الواقع مش مطمئن، والخبراء بيتكلموا عن فجوه بتواجه الاقتصاد، ادي خبير اهو بيحذر من فجوه تواجه الاقتصاد المصري، ده في روسيا اليوم، انتوا بتجيبوا منين قلب؟ انتوا ازاي هتقابلوا ربنا؟ وبعيد صلاح جاهين يمكن تعلمك انك انت هتقابل ربنا بعد يوم او اثنين او ثلاثه، هتقول له ايه؟ انت عجيب يا سياده اللواء، انت وكلاب الحاكم، اسمع بقى صلاح جاهين قال: أنا كل يوم أسمع فلان عزبوه، أنا كل يوم أسمع فلان عزبوه، أسرح في بغداد والجزائر وتوب، ما عجبش من اللي يطيق بجسمه العذاب، وأعجب من اللي يطيق يعذب أخوه، وعجبي وأنا ألمي ابن الإيه راكب دماغه وعنيد يصرخ بعلو الصوت، أنا حبري مش ليا، أنا حرفي حرية، أنا حرف حرية. الراجل راكب العربية النقل الكبيرة، التراك الكبير ده، وبرضه حاطط عليه الإلهة فيشنا الهندية. يا عمي ده إله هندي، انت ايه علاقتك بيه؟ هو طلعت في دماغه جاب البوستر ولزق ومالكش دعوه بيه. السيسي عمل نفس القصة، اه والله العظيم بقول لك كده، بص ركز معايا بس، راح قال لك احنا هنسيب الدنيا فاضية كده، اه هنسيبها فاضية، كتبنا جمهورية مصر العربية وبالانجليزي، هنسيبها فاضية، الديل مساحة فاضية نحط فيها علم مصر، حلو جدا. طب سيبنا ده فاضي بقى، ما نخبطش حتة تحيا مصر كده والسلام العلم الختم النسر وشعار رئاسة الجمهورية عشان الناس تعرف انه يعني، طب بس كده لا، ده احنا نحط بقى بسم الله الرحمن الرحيم فول سكرين كده يا صالح، فول سكرين بسم الله الرحمن الرحيم يا ولد، ما كاتمة يعني، كمل جميلك واكتب حتة بقى انا طاير في السماء ويا رب اللي يحسدني يجيله عمى، الحاجات دي بقى هي دي اكبر اهانه هيفضل يعاني منها اي مصري مهما قدم من فروض الولاء والطاعه، مهما قدم لسه شويه كمان. هو اصل عيب عليكم، انتوا شعب اصله جاحد، شعب ناكب للجميل، فيها ايه لو يوم جنابه ادى واحد والقدر ما حققوش، يبقى ذنبه ايه؟ ليه تجيب العيب عليه؟ ده انتوا ضيم نور عينيه، فبطلوا شغل الغباء، بطلوا شغل النطاعه، واصبروا كمان شويه يمكن تعيشوا زي بره او تعيشوا حتى بره.